صناعة المحتوى موجودة في الجزائر؟ نعم أو لا؟ شوية شوية موجودة كاينة، شوية بدات كاينة، شوية بدات كاينة. كاين واحد راه يعجبني ودويليتي، ولكن محمد الماحي شغل بدا يخدم خدمة مليحة، كان يخدم حاجة مليحة، ومراد عودية فانك شغل عجبوني، وأنا ذوك الصوالح نريسبكتيهم بزاف بزاف بزاف. هذا يعتبر صانع محتوى، أنت تحطهم في خانة صناع المحتوى. أكيد أكيد أكيد. لي زانفلونسور، انفلونسور تقدر تقولي اي حاجه، يسمى اي انسان ياثر سواء سلبا ولا ايجابا على المجتمع ينعد انفلونسور، بصح صانع محتوى ينعد صانع محتوى ومؤثر معايا، وهذه حاجه شابه. وشنو هي الاصعب فيهم؟ انك تكون صانع محتوى اكيد اكيد. وش تتطلب صناعه المحتوى؟ تتطلب فكره ومجهود وخوف من الجمهور الى اخره. هذا الخوف من الجمهور علاه؟ باسكو الكارير تاعك راه في الوسط، باسكو لو كان ما تخافش على الـ على الكارير تاعك تقدر تكون انفلونسر. ما هي الشروط اللي لازم تتوفر في صانع المحتوى باش يقدم محتوى؟ هذيك الشيء مكتوبه كونتنت كرياتور. كرياتور، الله يعطيك الصحه. صانع محتوى، صانع المحتوى، وش الشروط اللي تتوفر فيه باش يقدر يصنع محتوى؟ لازم يكون يكري حاجه، حاجه باينه يكري حاجه. لازم يكون عنده فكره وصورته اوريجينال ولا عفسه ولا ويصنعها من العدم. شوف حاجه كما حكايه، بصح انفلونسر شويه تقدر تقولي باللي اي حاجه تقدر تكون انفلونسر، لانه هذه الخانات ولو الناس يعني ما يفرقوش ما بيناتهم، ولا صناعه المحتوى ولا انفلونس ماشي حاجه باينه واضحه بيناتهم. لا لا، مثلا كما كان مثلا انستين ديزا جوكر، وكما كان عاد سويزي، ذوك الجماعه كاع ذوك تاع لي زونسيان، هذوك كاع كانوا صناع محتوى. وكانوا يتعبوا وكانوا يباتوا يموطوا صوالح الى اخره. ما كانش كاين انفلونسور بكري. الله يحفظك، الله يعطيك الصحه. شوف انفلونسور كاع نحس بها باللي شيء معمم ما عندهاش هيبه بالنسبه لي. ما الفرق بين نقدروا نقولوا وقتهم ووقتكم؟ الوغ كو فتره صغيره هي سرعه التكنولوجيا خلاتها وقتهم ووقتنا، وقتهم انهم هما كان عندهم كوراج كبير انهم يخرجوا للناس ويديروا صوالح بحاجه باينه باللي يخافوا على اسمهم، يخافوا على صوالحهم، باين باللي بالك ما كانوش يرقدوا ولا يخافوا انهم يخرجوا. لي زابوني ما كانوش كاينين بزاف، المشاهدات مثلا كانت بالك واحد تجيها 10,000 ولا 100,000 ولا يحس بروحه باللي راه حاجه كبيره معايا. تسمى كان عندهم كوراج انهم خرجوا هذا الشيء للضوء بالمعنى. وراه موقعكم انتوما؟ موقع شكون وشكون؟ لي زانفلونسور اللي حكيت عليهم، جماعه انستينا وديزا جوكر والكل مع حفظ الالقاب. شوف بالنسبه لي ريسبكتيهم بحال ماشي كراني حاضر هنا، يعني احترامنا لكل شيء يكون عنده محتوى قيم. ماشي كراني قاعد راني نهضر في الهضره خابي، بصح شوف نحترمهم وكنت نتابعهم معايا وكنت متابع لهم جدا جدا. مؤخرا ما ولاوش يحطوا، ما ولاوش يخدموا، مش عارف على حاجه مقلقتني بزاف بزاف. على بالي بلي بصوالحهم وكاع، بصح تقلقني انه مثلا انسان بدا في هذا بالك هو الاول وسمح في هذا بالك الشيء. انا نعطيك فكره، انا دوكا بالك المحتوى هما بداوه في مستوى عالي وبعد جاوا نزلوا المستوى، لانه احنا نعرفوا نبداو البدايه الانطلاق تكون مليحه وتطلع. علاش راهي دوكا يعني المستوى كان عالي ومن بعدها ولا النزول؟ مش بنفس الشخصيات اخرى، مانيش على انستينا وديزا جوكر، لا يعني اشخاص واحد اخرين جاوا اقل مستوى منهم واكثر شهره. دروك نقول لك علاه، باسكو اليوتيوب ولا دخل الدراهم. اوكي، مالغري شغل الدراهم تاعو قلال في الجزائر لواحد الدرجه ما كانش كاع منها، واحد يحس بروحو لو كان يخدم عرس عنده فايده. ولكن شغل ولا فيه دراهم، يسمى الناس شدير تروح للمكان الاسهل، الجانب المادي والماديات الاسهل، يدير فيديو هكا واش عليا تاع بومبي يحط كاميرا يهدر زوج كلمات ولا ثلاثه ويدخل بها ذوك شويه تاع دراهم ويقعد يسمى ما يشقاش يعي روحو. تخابيه ما يقدرش يروح مثلا يروح يخدم شورت فيلم يكتب فيه السيناريو
هذه لو ديكوباج تكنيك رياليزاسيو صوالح ويروح يمونطيه واللي يشوفه سما عندك تورناج تاع سمانتين ولا تسمانات ولا على جال فيديو واحد اللي يقدر يحطه مع رينج لايت ويفتح ويحطه على اليوتيوب. عطيتك الميكروفون فصالة. اعطيني لايك وديسلايك على انفلونسر ولا صناع محتوى؟ صانع محتوى اكيد لايك وانفلونسر الله يعاونهم لايك ديسلايك.